هذه هي جامعة القدس، أكثر الجامعات الفلسطينية توسعاً في التخصصات، إذ تمنح درجات الدبلوم العالي والبكالوريوس والدراسات العليا في حقول فريدة يمزج تعلمها نظرياً وعملياً. تعتبر جامعة القدس الأكثر تميزاً في الحقل الطبي بكليات الطب وطب الأسنان والمهن الصحية والصحة العامة والصيدلة، كما تتميز الجامعة كذلك بكلية القدس بارد للآداب والعلوم، حيث يحصل الطلبة الخريجين على شهادتي البكالوريوس والماجستير، واحدة من جامعة القدس وأخرى من كلية بارد في ولاية نيويورك الأمريكية. وتتميز برامج الدراسات الثنائية الذي يجمع فيه الطالب بين التعليم الأكاديمي والتدريب والعمل في أحدى الشركات المتخصصة، وذلك للمساهمة في خلق فرص عمل لخريجين مؤهلين علميا وأكاديميا. كما تولي الجامعة اهتماماً كبيراً للجانب البحثي من خلال مركز أبحاث النانو تكنولوجي الذي يضم مختبرات ومعدات هي الأولى من نوعها على مستوى فلسطين والشرق الأوسط. توفر جامعة القدس فرصة للتبادل الطلابي خارج فلسطين مع جامعتي بارد وسانيس بو الفرنسية، وينطلق الطلبة منها لاستكمال دراساتهم الجامعية العليا في أي جامعة عالمية. وتمنح الجامعة طلبتها مساحة واسعة للنشاطات اللامنهجية كي تكون دراستهم في جامعة القدس تجربة عصية على النسيان. هذه هي الجامعة العربية الوحيدة في القدس، بفضل رجال مخلصين عاملين فاعلين طوروا الجامعة وشيدوها وعقدوا العزم على صناعة مستقبل أفضل لشباب فلسطين.